يا حسين يا حسين، كلمة السر التي يعرف بها المؤمنون بعضهم البعض في ساعات العسرة وسوح المواجهة. من دروس عاشوراء أن من ينتصر على نفسه في نازعة الحياة لن ترعبه أي قوة في المواجهات، فلن يبالي أو وقع الموت عليه أو وقع هو على الموت. وهذا ما بينه علي الأكبر في طريقه إلى كربلاء. مواجهة الحسين مع أعدائه لم تكن مواجهة مع الظالمين بمقدار ما كانت مواجهة مع سيدهم إبليس نفسه. فالشيطان يعرف أن الحسين هو باب رحمة الله ووسيلة التقرب إليه في الحياة، وقد حلف إبليس لله من قبل أن يقعد للناس صراط الله المستقيم. فالحسين عليه السلام دخل في المواجهة مع إبليس في يوم عاشوراء، وإبليس اليوم هو من يتولى بنفسه مواجهة الحسين ومواجهة قضيته ومواجهة زيارته ومواجهة رفع رايته. والذين يقفون أمام زيارة الحسين أو أمام راية الحسين أو أمام اسم الحسين هم جنود صغار تحت راية الشيطان.